أهلا وسهلا بكم أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر في حلقة جديدة من مادة الأحياء. قد تستغرب عزيز الطالب عندما يمتلك شخص معين لصفة معينة ويورثها فقط لأبنائه الذكور دون الإناث، وقد يمتلك صفات أخرى يورثها للإناث دون الذكور. هل تريد أن تعرف السبب؟ حتى تعرف تابعني بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد أبنائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر في هذه الحلقة، والتي نتحدث بها عن بعض الصفات التي يورثها الآباء لأبنائهم الذكور فقط أو الإناث فقط، وكذلك أيضا الإناث قد يورثونها إلى أبنائهم الذكور أو الإناث. هذه الصفات تسمى الصفات المرتبطة بالجنس. ما هي الصفات المرتبطة بالجنس؟ لاحظ العلماء ومن بينهم العالم مورغان أن في ذبابة الفاكهة العديد من الكروموسومات تتشابه، وزوج واحد من هذه الكروموسومات يختلف في الشكل والحجم عن الباقي، فذكر أن هذه الكروموسومات المتشابهة هي كروموسومات ذاتية، والزوج الذي يختلف عنهم هما الكروموسومات الجنسية. لاحظ الآن، عندما شاهد العالم مورغان كروموسومات ذبابة الفاكهة تحت عدسات المجهر المركب وجدها ثمانية، ثلاثة أزواج منها متشابهة، أي ستة منها متشابهة في كل من الذكور والإناث. هذه الأزواج من الكروموسومات وأمثالها في معظم الكائنات الحية المختلفة، والتي تظهر صفات الكائن الحي المختلفة عدا الجنس، تعرف بالكروموسومات الذاتية. سؤالي الآن، هل تعرف عدد الكروموسومات الذاتية في الإنسان؟ ممتاز، 44 كروموسوم. أما الزوج الرابع في ذبابة الفاكهة فظهر فيه اختلاف بين الذكر والأنثى، حيث تشابه كروموسوما هذا الزوج في الأنثى، ويختلفان شكلا وحجما في الذكر، ويطلق على الكروموسومين المكونين لهذا الزوج في كل من الذكر والأنثى اسم الكروموسومين الجنسيين. إذن لاحظ الآن، كروموسومات ذبابة الفاكهة الثمانية، الكروموسومات الذاتية ست كروموسومات أي ثلاثة أزواج، الكروموسومات الجنسية كروموسومان أي زوج واحد. ونتفق أن عندما أدرسها على الإنسان سألاحظ أن عندي 44 كروموسوم أي 22 زوج من الكروموسومات في الإنسان كروموسومات ذاتية أو جسدية، بينما زوج واحد أو كروموسومان يعتبر جنسي في الذكر XY وفي الأنثى XX. في الأنثى لاحظ أنهم متشابهين، بينما في الذكر مختلفين XY. لاحظ ذبابة الفاكهة والكروموسومات الموجودة في الذكر والأنثى، لاحظ الاختلاف في الX والY في الذكر، لاحظ بالشكل وأيضا في الحجم. إذن الذكر XY والأنثى XX. التركيب الجيني لذبابة الفاكهة الأنثى ماذا تعتقد؟ 6 زائد XX إذن يعطيني 8 كروموسومات. هل تستطيع أن تستنتج التركيب للذكر؟ ممتاز، 6 كما في الأنثى زائد، ممتاز، XY. إذن لاحظ التركيب الجيني لذكر ذبابة الفاكهة 6 زائد XY. وينطبق على الإنسان في ذلك ما ينطبق على ذبابة الفاكهة، وقد تكون الجينات محمولة على الكروموسومات الذاتية أو على الكروموسومات الجنسية. إذا حملت جينات الكروموسومات الجنسية صفات معينة، تعتبر هذه الصفات بأنها مرتبطة بالجنس، سواء وجدت هذه الصفات على الكروموسوم X أو الكروموسوم Y. الآن عزيزي الطالب، هل تستطيع أن تستنتج الفرق بين السيادة المرتبطة بالجنس والسيادتان سبق دراستهم المتأثرة والمحددة بالجنس؟ ممتاز، الصفات المرتبطة تحمل جيناتها على الكروموسومات الجنسية X أو Y، بينما الصفات المتأثرة والمحددة بالجنس فإن كانت جيناتها محمولة على الكروموسومات الذاتية
أو الجسدية. ممتاز، لاحظ الآن. إذن كروموسومات الإنسان 46 كروموسوم، الكروموسومات الذاتية 44 كروموسوم أي 22 زوج، بينما الكروموسومات الجنسية كروموسومان زوج واحد فقط. لاحظ، هذه كروموسومات ذاتية 44 كروموسوم، بينما زوج واحد كروموسومات جنسية في الأنثى XX وفي الذكر XY. التركيب الجيني لذكر الإنسان 44 زائد XY، التركيب الجيني لأنثى الإنسان 44 زائد XX. إذن لاحظ، هذه الجينات المسؤولة عن الصفات المرتبطة بالجنس موجودة على الكروموسومات الجنسية كما في الخريطة الجينية التي أمامك. هناك عدة أمثلة في الإنسان على الصفات المرتبطة بالجنس. هناك صفات مرتبطة على الكروموسوم X كمرض الهيموفيليا أو نزف الدم، وأيضاً مرض عمى الألوان يوجد أيضاً على الكروموسوم X. إذن سندرس صفتين يحملان على الكروموسوم X الجنسي، هي صفة مرض الهيموفيليا نزف الدم، وأيضاً صفة مرض عمى الألوان. هل معنى ذلك أن الكروموسوم Y لا يحمل صفات عليه؟ بالتأكيد يحمل، ومن ضمن هذه الصفات صفة الأذن المشعرة التي توجد على الكروموسوم Y فقط. سؤالي الذي سبق ودراسته وسبق وذكرته في بداية الحلقة، لماذا قد يورث الأب صفة يحملها لأبنائه الذكور فقط؟ بالتأكيد الآن تعرف السبب. عندما تكون هذه الصفة مرتبطة على الكروموسوم Y، فإن الذكر يرث الواي من أبيه وليس من أمه. هل تستطيع الأنثى وراثة الكروموسوم Y بما يحمله من صفات من أبيها؟ بالتأكيد لا، لأن تركيبها الجيني XX كما درسنا. إذن لاحظ، هناك أمثلة عديدة في الإنسان، منها مرض نزف الدم الهيموفيليا مرتبط بالكروموسوم X، ومرض عمى الألوان مرتبط أيضا بنفس الكروموسوم X، ولكن لاحظ صفة الأذن المشعرة مرتبطة بالكروموسوم Y. أيضاً التخلف العقلي، الصمم، فقدان الحركة الإرادية، والجاما جلوبيولو نيميا، أيضاً هي عدم كفاية جلوبينين المناعة في الإنسان، كل هذه الصفات صفات مرتبطة بالجنس. ولكن نركز على دراسة مرضين، وهو مرض الهيموفيليا ومرض عمى الألوان. لا تنسى أن هذين المرضين مرتبطين على الكروموسوم X. أيضاً صفة الأذن المشعرة توجد على الكروموسوم Y، وبالتالي يورثها الأب لأبنائه الذكور فقط عدا الإناث. ما المقصود بالصفات المرتبطة بالجنس؟ مما سبق وذكرنا، هل تستطيع عزيزي الطالب أن تستنتج المقصود بالصفات المرتبطة بالجنس؟ حاول وبالتأكيد ستعرف. ممتاز، هي الصفات التي تحمل جيناتها على الكروموسومات الجنسية سواء كانت الإكس أو الواي. لاحظ الآن، هي صفات تحمل جيناتها على الكروموسومات الجنسية سواء على الكروموسوم إكس أو الكروموسوم واي. سندرس الآن حالة مرض عمى الألوان في الإنسان. هل تتذكر على أي كروموسوم جنسي تحمل جين هذه الصفة؟ ممتاز، على الكروموسوم إكس. لاحظ الآن ما يلي، الشخص المصاب بمرض عمى الألوان لا يميز بين اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الرمادي، وهي صفة متنحية مرتبطة بالجنس. أي عندما أعرض هذه الدائرة التي تشبه البيتزا لمرض عمى الألوان، لمريض مصاب بعمى الألوان، لا يستطيع أن يركز. لاحظ الآن، الدائرة الكبيرة في وسطها هناك رقم، لا يستطيع مريض عمى الألوان أن يميزه. هل تستطيع أنت عزيز الطالب أن تميزه؟ ممتاز، 74، كفاكم الله شر الأمراض. مرض عمى الألوان صفة متنحية مرتبطة بالجنس، فإذا رمزنا للكروموسوم الحامل لجين المرض بالرمز X شرطة، والكروموسوم غير الحامل لجين المرض بالرمز X، فإن التركيب المظهري والجيني لكل من الذكر والأنثى يكون كالتالي. الآن أريدك أن تستنتج، إذا كان الذكر مريض بعمى الألوان، ما هو تركيبه الجيني؟ ممتاز، سيكون X شرطة Y. كيف عرفت ذلك؟
لأن الذكر يحتوي على فقط كروموسوم إكس واحد، فإما يكون هذا الإكس مريض أو يكون سليم، فبالتالي الشخص المصاب بعمى الألوان يكون تركيبه الجيني إذا كان ذكر إكس شرطة واي. والأنثى، ماذا عن الأنثى؟ ما هو التركيب الجيني للأنثى المريضة بعمى الألوان؟ هل تستطيع أن تستنتج؟ ممتاز، ستكون إكس شرطة إكس شرطة. لاحظ الآن، إذا التركيب الجيني والمظهري لعمى الألوان سيكون في الإناث، الأنثى المصابة بالمرض سيكون تركيبها الجيني إكس شرطة إكس شرطة، الأنثى غير المصابة ولكنها تحمل لجين المرض، إذا هي سليمة ولكنها تحمل لجين المرض، هل تستطيع أن تستنتج تركيبها الجيني؟ ممتاز، ستكون إكس شرطة إكس. أما الأنثى السليمة فبالتأكيد جميعنا نعرف تركيبها الجيني إكس إكس. سنلاحظ الآن الذكور، كما قلنا الرجل السليم من المرض إكس واي، والرجل المصاب بالمرض إكس شرطة واي كما اتفقنا. مثال: عندما يتزوج رجل مصاب بمرض عمى الألوان من امرأة سليمة، فإن أولادهما من الذكور يكونون سليمين من المرض، أما الإناث فيكن حاملات للمرض. وضح ذلك على أسس وراثية. إذا الآن نريد أن نضع خطوط تحت الأشياء المهمة في المسائل الوراثية. هو قال رجل مصاب بمرض عمى الألوان، تحته خط، إذا سأفكر في تركيبه الجيني، طالما هو مصاب إذا تركيبه الجيني إكس شرطة واي، ممتاز، وأنثى سليمة تركيبها إكس إكس. لماذا يورث الأب مرض عمى الألوان لبناته وليس للذكور؟ هل تعرف السبب؟ ممتاز، الأنثى تركيبها الجيني إكس إكس، تأخذ أحد هذه الكروموسومات من أبيها والأخرى من أمها. إذا كانت الإكس المصابة من الأب تأخذها والسليمة من الأم، ستكون بالتأكيد هي حاملة المرض. إذا نلاحظ الأب مصاب والأم سليمة، تركيب الجيني للأب إكس شرطة واي، بينما الأنثى السليمة إكس إكس. سنوزع الأمشاج، لا تنسى هذه الخطوات بالترتيب أثناء أداء الاختبارات. سنوزع الآن في الجدول الشطرنجي، سنلاحظ أن الإناث إكس شرطة إكس والذكور إكس واي. لاحظ الآن التركيب الجيني للإكس شرطة إكس، جميع الإناث سيكونون حاملات للمرض بينما الذكور سيكونون سليمين من المرض. لماذا الذكر سليم؟ هل تستطيع أن تستنتج؟ ممتاز، لأنه لا يأخذ الإكس المريضة من الأب، هو يأخذ الواي فقط، بينما الإكس السليمة يأخذها من أمه. ممتاز، إذا النتائج إناث حاملات للمرض وذكور سليمين من المرض. احتمالات إنجاب هذه العائلة لإناث سليمات من المرض ولا يحملن جين المرض 0%، إناث مصابات بالمرض 0%. لماذا لا يمكن أن تنتج هذه العائلة إناث مصابات في المرض؟ ممتاز، لأن جميع الكروموسومات الجنسية في الأنثى الإكس إكس في الأم سليمين، فبالتالي لا يستطيعون أن يأخذوا إكس مصابة من الأم كما في الأب، فبالتأكيد لا يمكن أن ينجبوا إناث مصابات في المرض. إناث سليمات ولكنهن حاملات لجين المرض 100%، ذكور مصابين في المرض 0%، ذكور سليمين من المرض 100%، والسبب أن الذكر يرث الإكس من أمه وليس من أبيه. لا تنسى هذه المعلومات أثناء أداء الاختبارات. اكتب المصطلح العلمي المناسب. حالة وراثية لا مندلية تحمل صفاتها على الكروموسومات الذاتية وتظهر في جنس دون الآخر. إذا نفصص هذه المسألة من أولها. تحمل صفاتها على الكروموسومات الذاتية، لاحظ، وهي صفة لا مندلية، وتظهر في جنس واحد دون الآخر. هل عرفت الإجابة؟ ممتاز، هي الصفات المحددة بالجنس. لاحظ الآن معي المصطلح الثاني. حالة وراثية لا مندلية أيضاً تحمل صفاتها على الكروموسومات الذاتية، لاحظ أنها كروموسومات ذاتية، حيث تظهر على الجنسين بنسب متفاوتة.
حاول أن تفكر. ممتاز، هي السيادة المتأثرة بالجنس. ثالثاً، التركيب الجيني لامرأة صلعاء. هل تستطيع أن تتذكر عزيزي الطالب ما هو التركيب الجيني للمرأة الصلعاء أو خفيفة الشعر؟ ممتاز، سيكون تركيبها الجيني بي كابيتال بي كابيتال. لاحظ الآن السؤال التالي، قارن بين كل من. وجه المقارنة، سنقارن بين الصلع في الإنسان والقرون في أغنام الريمبوي ومرض الهيموفيليا. نوع الكروموسومات الحاملة للجينات المسؤولة في الصلع، ما هو نوع الكروموسومات؟ ممتاز، كروموسومات ذاتية. وفي قرون الأغنام الريمبوي أيضا، ممتاز، كروموسومات ذاتية. ماذا عن مرض الهيموفيليا؟ ممتاز، كروموسومات جنسية. صفة الصلع، هل تظهر عند الإناث؟ بالتأكيد تظهر، القرون في أغنام الريمبوي. ممتاز، لا تظهر، ما السبب في ذلك؟ أنها من الصفات المحددة بالجنس، تظهر في جنس دون الآخر، وفي أغنام الريمبوي تظهر في الذكور دون الإناث، لا تنسى ذلك. أما عن مرض الهيموفيليا فيظهر، ممتاز، في الإناث. ما السبب أن هذه الصفة تظهر في الإناث مرض الهيموفيليا؟ ما السبب؟ ممتاز، أن هذه الصفة جيناتها محمولة على الكروموسوم X الموجود أيضا عند الإناث. هل يمكن أن توضح على أسس وراثية نتائج تزاوج ذكر مصاب بمرض نصف الدم بأنثى مصابة بالمرض؟ إذن تزوج ذكر مصاب بمرض الهيموفيليا بأنثى مصابة بالمرض. سنشاهد الآن، أب مصاب تم تزاوجه مع أنثى مصابة. تركيب الجيني للأب المصاب، الهيموفيليا مرض يحمل على الكروموسوم X، إذن تركيب الجيني للأب X شرطة Y، بينما الأنثى X شرطة X شرطة. سنوزع الأمشاج بالنسبة للأنثى X شرطة ومشيج آخر X شرطة، أيضا الذكر X شرطة والمشيج الآخر Y. سنوزع الآن الأمشاج في المربع الشطرنجي لنشاهد ما هي الأفراد الناتجة. لاحظ الآن، سنشاهد أن أول الأبناء X شرطة X شرطة، الثاني X شرطة X شرطة، بينما الثالث X شرطة Y، الرابع X شرطة Y. ماذا تلاحظ عزيزي الطالب؟ جميع الأفراد الناتجين مصابين في المرض. لماذا؟ لأن هذا المرض يحمل على الكروموسوم X الذي يرثه الابن من أمه المصابة، والابنة ترث أحدهما من الأب المصاب والآخر من أمها المصابة. إذن جميع أبنائهم 100% مصابين في المرض. إذن نشاهد التركيب الجيني X شرطة X شرطة إناث مصابات في المرض، بينما الذكور X شرطة Y أيضا ذكور مصابين في المرض 100%. أكمل الجدول التالي، شاهد الجدول، مجموعة ألف القرون في أغنام الريمبوي والصلع عند الإنسان ومرض عمل ألوان، شاهد المجموعة باء السيادة المتأثرة بالجنس، الصفات المرتبطة بالجنس، والسيادة المحددة بالجنس. حاول أن تقارن أو أن تربط مجموعة ألف في المجموعة باء. القرون في أغنام الريمبوي ماذا تمثل في المجموعة باء؟ ممتاز، تمثل السيادة المحددة بالجنس. الصلع في الإنسان، ممتاز، تمثل السيادة المتأثرة بالجنس. ماذا عن مرض عمل ألوان؟ ممتاز، صفات مرتبطة بالجنس. أكمل الجدول التالي، مرض عمل ألوان وصفة الأذن المشعرة، اسم الكروموسوم الجنسي الذي يحمل الجين. بالنسبة لمرض عمل ألوان يحمل على الكروموسوم، ممتاز، X، بينما صفة الأذن المشعرة أين تحمل؟ ممتاز، على الكروموسوم Y. علل لما يلي تعليلا علميا دقيقا. تعتبر الصفات الجنسية الثانوية في الثدييات صفة محددة بالجنس. حاول أن تقرأ بدقة وتحاول أن تجيب على هذا السؤال. إذن ممتاز، لأن هذه الصفات توجد في جنس دون الآخر وتحمل على الكروموسومات الذاتية. إذن لاحظ، لأنها تظهر في جنس دون الآخر وتتأثر بالهرمونات الجنسية، ولا تنسى أنها تحمل على الكروموسومات الذاتية. العبارة الثانية، لا يورث الأب المصاب بعمل ألوان المرض لأبنائه الذكور. بالتأكيد ستشاهد الآن وتستطيع أن تستنتج الإجابة. لماذا الأب المصاب بعمل ألوان
لا يورثه إلى أبنائه الذكور، لأن الابن الذكر ماذا يرث من أبيه؟ ممتاز، يرث الواي، بينما مرض عمى الألوان أين يوجد؟ يحمل على الكروموسوم إكس الذي يورثه الأب لبناته الإناث وليس لأبنائه الذكور. إذن نشاهد، لأن الابن الذكر يأخذ الكروموسوم الجنسي واي الخالي من جين المرض من الأب والإكس السليم من أمه. العبارة الثالثة، تظهر صفة القرون على ذكور الأغنام عدا الريمبوي أكثر من إناثها، لأنها صفة متأثرة بهرمونات الذكورة أو صفة متأثرة بالجنس. العبارة الرابعة، ينتشر الصلع في الرجال أكثر من الإناث. هل تستطيع أن تستنتج الإجابة؟ ممتاز، لأن هذه الصفة ماذا؟ صفة متأثرة بهرمونات الذكورة، توجد على الجنسين ولكن تظهر في الجنسين ولكن تتأثر بالهرمونات المذكرة، فتظهر في الذكور أكثر منها في الإناث. العبارة الخامسة، عندما يتزوج رجل مصاب بعمى الألوان من امرأة سليمة فإن أولادهما من الذكور يكونون سليمين، أما الإناث فحاملات للمرض. يجب أن تفكر في البداية، هذا المرض أين تحمل جيناته؟ ممتاز، على الكروموسوم إكس، فبالتالي الرجل المصاب يورث الإكس لبناته الإناث ولا يورثها للذكور. إذن نشاهد، لأن الابن الذكر يأخذ الكروموسوم الجنسي واي الخالي من جين المرض من الأب والإكس السليم من أمه، أما الإبنة تأخذ الإكس المصاب إكس شرطة الحامل لجين المرض من الأب والإكس السليمة من أمها فتكون حاملة للمرض. وصلنا أعزائي الطلبة لنهاية درس اليوم، آملة أن تكونوا قد استفدتم. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله وإلى اللقاء.